Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Yes to the world that people passion. Respect. Oh yes. Yes to the world that can imagine. Respect. Oh yes. Now look at me. Respect the love the only way. If you wanna come, come with me. The door is open every day. This one first move round here, we're all in back. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Yes to the world. Hello my butterflies. ازيكم عاملين ايه؟ فرشتي حلوين. النهارده معاكم فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن يوم كامل حضانة او حاولنا بيطلع حضانة كده، يعني حاجة في الحضانة بالظبط. فقبل ما نبدأ الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو احنا بننزله. وبس كده خلونا نبدأ. مهم، احنا اشترينا يعتبر مكان نعمل فيه الحضانة وهنروح نعملها مع بعض سينا كده كلنا. اتراب ازاي ليه؟ لا عادي، كانت صدفة. ماشي، فبس يعني قلت ان انتوا هتعملوا تحدي، لا او حاجة في الحضانة. من الاخر احنا ملناش دعوة، احنا بقى المفروض نبقى معاكم في التحدي ده. يعني انا طفلة وهم اطفال، فالمفروض نشترك بقى. يعني ما تبقوش في كل حاجة انتوا كده لوحديكوا، الاطفال ما لهمش دعوة بيكوا خالص. ايه ايه، اهدي شوية، ما تتكلمي بالراحة. طيب يا ماما انا عايزة ادخل معاكم في التحدي انا وباقي العيال، وانت جاية تتكلمي نيابة عنهم. مثلا خلاص عادي، انتوا تقدروا تشتركوا، اصل احنا كنا هنقول لكم تشتركوا. لا بجد؟ اه ماشي، كويس جدا جدا. هيوز ماي فراولاتي، لا فراشاتي هنا، فراولاتي عندك في قناتك. انا بحب اقول لهم فراول، يا لهوي انا اتلخبطت، فراولاتي ولا فراشاتي؟ فراولاتي، انا بحب فراولاتي. فراشاتي، فراولاتي، فراشاتي، فراولاتي يا جماعة، فراولاتي لا، فراشاتي، فراشاتي لا، فراولاتي. بس يا ماما مش مهم، فراولاتي فراشاتي عادي. ماشي خلاص مش مهم، انتوا عقلكوا صغير قوي لدرجة ان انتوا بتتخانقوا انتوا الاتنين مع بعض. ايه، هنغير لبسنا ونقول للباقي ونرجع معاكم. اتس جو، خلصنا اهو ومستنيين باقي العائلة الكريمة. اعرف ايه اللي انا لابسه ده. هو ايه اللي هو لابسه ده فعلا؟ انت مين؟ انت مين فيهم كلهم؟ يا رب، ايه ده؟ ايه اللي انا لابسه ده؟ ما هو يا حبيبي لازم يبقى فيه ناس لابسة لبس تنكري كده عشان الاطفال تحب يعني تلعب معاها. يعني ده تخلي الناس تلعب معاه ولا تخاف منه؟ تلعب معاه طبعا. ايوه بالظبط بالظبط بالظبط. ايه انتوا مش شايفين انا ايه؟ انا عنكبوت، يعني زي ما تقول ايه اللي هيحبوا الاطفال؟ العنكبوت. شفتوا انتوا طفل قبل كده بيحب عنكبوت؟ بيحبوا سبايدر مان عادي. مش ده عنكبوت؟ لا ما تفرسونيش. خلاص معلش احنا اسفين، بس يعني انت لازم تفضل لابس اللبس ده برضو. طيب بتقعدي تحرني الجو حر اصلا من غير حاجه.
كفاية عصبية بالظبط. اي ايه اللي انت لابسه ده؟ هو ايه اللي انا لابسه ده؟ ما تشوف انت لابس الاول على الاقل، مش لابس زيك عنكبوت. انا لابس لابس اسمه ايه ده، كان اسمه ايه، كابتن يعني الاخر. لا يا حبيبي ده مش كابتن، ده قرصان. عامة مش لابس عنكبوت، انا مفتخر بزيي مش زيك. انت عارف ان القرصان ده بيبقى زي الحرامي بالظبط، بس حرامي له قيمة، مش عنكبوت بيتضرب بالشبشب. يا رب يا رب، انا ماليش دعوة، انا ما اخترتش اللبس، هو اللي اختار. هو ايه ده؟ ايه، انا بريئة. انتي بريئة، ما انتي اخترتي معايا. هجيبكو يا رب، صبرني انا هدخل جوه البتاع. هو انت شايفني؟ لا ما بشوفش لما بلبسه. يا لهوي جماعة، انا عايز اعرف ايه ده لابسه ده، ايه ده، ده ما ينفعش نغير يا ابني، نغير. ماشي انا موافق عادي. ايه ده، ايه اللي انت جايبه ده يا عمر؟ لا ده مش من اختياري، ده اختيارك انت. لا والله مش من اختياري، معلش انا سمعت ان هو لبس كان مش شبه كده في لما جيت اطلبه. كان شبه ايه طيب؟ كان عامل ازاي؟ كان عامل ان هو لبس يعني الناس اللي هي زي الجيش او حاجات زي كده. طب وايه اللي طلع ده؟ ايه اللي انا لابسه ده؟ وبعدين مين ده؟ مروان، انا مروان. ماشي يا مروان. طب انا ايه اللي لابسه ده؟ معرفش معرفش، متسألنيش وهتسألني بجد. خلينا نغير بس يا محمد، بس يا بابا ما تغيرش معايا. لا انا عايزه اغير، غير معايا. بص ده لبسي هيبقى عليك شيك جدا 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 جدا، ما تديهوش حاجه. هو انت هتفضل متنرفز علينا كده؟ اه طب احسن برضو. ماشي يا ابني، لا ما تدوش حاجة، انا ملبسك ده، انت هتاخد ده يعني انت هتاخد ده. ليه هو كده؟ ايه اللي انا لابساه ده؟ ايه ده، انتي اخت انتي؟ ايه ده ايه ده ايه ده، اهدي شوية كده، اصلي بصراحة شايفاكي كده من الاخر اراجوز، فلبستهولك يعني. انا اراجوز؟ يا رب، ايه اللي انت لابسه لي ده؟ اشمعنى انت لابسه لبس حلو انت وعمر والباقي لابس حاجات هبله كده؟ ايوه بالظبط، اشمعنى؟ عشان احنا يعني، عشان احنا، عشان احنا ايه، عشان احنا مميزين. ايه التمييز؟ شك ايه في ايه التمييز؟ انا عايزه اغير لبسي ده حالا، انا غلطانه اني قررت ان انا ابقى معاكم. لا وانا فاكره ان جايالي بقى هتحدي حلو ولا حاجه، وانا هبقى في حلو او حاجه زي كده. لقيتك لا جايالي ومعاكي لبس اراجوز، وانا ما كنتش شايفاه في الاول، ولبسته ولقيت المنظر ده. وايه بتاع على راسي دي؟ طبله طبله على راسي؟ اهدي شويه يا ماما. لا بس الصراحه اشكالكوا تجنن. وهاري بوتر جه، ايه ده، ايه اللي لابسه ده؟ هاري بوتر، ازيك ازيك ازيك، إيه عملت ايه في فولدمورت؟ ايه ده، ايه يا عمر ده، ايه يا عمر اللي انت لابسه؟ ما تتكلميش انت فيها ايه، ملبسه عادي لبس زيهم كلهم، ماله اشمعنى جيتي على ده وقلت انت ملبسه ايه عادي يعني؟ اه افتكرت، ايه اللبس ده؟ ده مالك، ايه اللي انت لابسه ده؟ والله ما اعرفش، انا ماليش دعوه، انا ما اخترتش اللبس ده، معلش. هو مين اللي جايب العنكبوت؟ انا والاراجوز، انا برضو ماشي يعني، انا جبت بس ده وده وده. ايه ده، وانت اللي جايب ده؟ اه وانا اللي جايبه حورية البحر. ايه اللي انت لابسه ده؟ ما اعرفش ما اعرفش، هم ادولي ولبسته. طب نفخك قوي وعامل لك كمان حكايات وقتلات وبتاع وكده. اه وغيرت تسليحة شعرك كمان، انا قلت لكل واحد فيكم يغير تسليحة شعره زي ما قلت لك كده. اه صح.
يا جماعة انا الصراحة لبسي مش وحش. ايه ده ايه ده ايه اللي انا شايفاه ده؟ هاري بوتر وواحد جاي من لعبة بابجي وبتاع ده، ومحمد بقى قرصان، وفي هناك عنكبوت عنكبوت ايوه، وعندنا هنا حرية بحر. ينفع اعرف انا دوري ايه؟ واحدة من زمان يعني عادي، او اي حاجة من الحاجات دي. ايه اللبس ده مش مفهوم، جبناه وخلاص بقى. ماما هنروح المكان اللي احنا اشتريناه علشان نعمل الحضانة والباقي العيلة بهدكنا وكده، ونرجع لكم. وصلنا المكان وهنبدأ نشتغل عليه، يلا بينا. I think it's so cute and I think it's so sweet how you let your friends encourage you to try and talk to me. But let me stop you there, oh, before you speak. Is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. I to the no, no, no. First, you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. No, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. بعد ما خلصنا المكان يلا بينا نديكم جولة فيه، ونبدأ بالحديقة اللي هيلعبوا فيها الأطفال. وخلينا محمد يقف، يعني هيقف يسليهم يلعب معاهم كده يعني بالظبط. يلا بينا. المهم، وهنا فيه زي خيمة صغنونة يقعدوا فيها كده، وفي بتاعتي اسمها ايه؟ لا معرفش بصراحة. وحبة رمل يقعدوا يلعبوا فيه، يبنوا بيه حاجة كده. بيت شجرة، وفي هنا برضو زحليقة يقعدوا في حتة دي برضو، اعتقد يعني ما ينفعش اقعد فيها. ايوه انت كبير على ده. المهم، وحطينا الانوار، شمس وقمر، شمس وقمر، شمس وقمر كده، حاجة حلوة يعني كيوت. وريما قعدت هنا بقى علشان يعني تفرح برضه الاطفال مع محمد وكده وتلعبهم بالظبط. انا دوري بقى ايه؟ ما اعرفش. اميره، اميره دي اميره؟ لا مش اميره، يعني روبوت اميره حاجه زي كده، زي ميجن اعتقد. شكلك زي ميجن قوي يا ماما. انت عايزه الاطفال يخافوا مني؟ ما هو لا، شكله حلو. انا بصراحه لما اخترت شفته شكله حلو. وفي هنا بيت يلعبوا بيه الاطفال، يعني احنا ليه ما حطيناهوش جوه؟ ما فيش مكان. صح. وندخل هنا بقى، هتلاقوا الحته اللي بيحطوا فيها الاطفال ايه، الشنط وكده. وخلينا هاري بوتر ايوه هاري بوتر يقف، واحمد هيقف كمان علشان لو حد هيخرج ابو، لا يعني لو في طفل من الاطفال يخرج يعني، فاهمين؟ يعني ماشي اوكي. المهم، فحطينا اتنين يحطوا فيهم، وده تابلت برضو يلعبوا بيه لو عايزين. يعني انا حارس امن من الاخر، ايوه من الاخر. يلا بينا ندخل. يلا هنا بقى فوق حطينا مكان للرسم كده، وادوات للرسم اهي، وقعدة صغنونة كده خلاص. وحطينا هنا جنجون، بقولكي بعيدي عن نفوخي ماشي.
حطينا جنة لعب الأطفال برضو ألعبهم. وهنا حطينا مكعبات اللعب وشوية خضار كده دمى محشوة يعني من الآخر، وشوية بتاع ده أدوات كده لو عايزين يلعبوا أميرة وساحرة كده، حاجات كيوت يعني كده. وهنا حطينا زحليقة، وحطينا هنا للناس الشاطرة اللي هتبقى قاعدة كويسة هنحطها على الذهبي، والناس اللي مش هتبقى قاعدة شطورة هنحطها على الموف. مكنتش عارفة هي انك هتعمل كده، لا انا حسيت كده يعني احسن. وحطينا البتاع الكيوت ده بيتلعب عليه كده، بيتلعب عليه كده. انت بتوريهم ولا انت عايز تلعب الاتنين؟ المهم، وحطينا زي بتاع يناموا عليها لو حد تعب كده فجأة، وحطينا ملك وليسا هنا بالظبط. يلا بينا نخش على المكان اللي بعده. هنا بقى ليزا في مكان الأطفال ياكلوا، مع ان انا مش بحب اكل الأطفال اصلا. يس اوكي. المهم حطينا هنا بالزيت، كيوت الصراحة، بصراحة كيوت كيوت يعني. وحطينا اكل كمان وشوية اطباق على شوية شوك صغيرة كلها بلاستيك طبعا عشان الأطفال ما يحصل لهمش حاجة يعني. بالظبط. وهنا بقى سيرو ونور، وهنا المكان اللي هيناموا فيه الأطفال بعد ما يتعبوا من يوم طويل لعب وشقاوة. أحلى حاجة بصراحة. نسينا أقول لكم سيران عاشقة للأطفال جدا. بالظبط. يلا بينا بقى نرجع تاني. ايه انا عن نفسي دوري المدير. ايه ده ايه ده اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى انا المدير ليه حبيبي؟ انا ممكن ابقى المديرة فيها ايه يعني؟ لا انا المدير لو سمحتك، انت مساعدة المدير. ايه مساعدة المدير دي؟ انا المديرة، انا المدير، انا المديرة، انا المدير، انا المديرة، انا المدير، انا المديرة. انجزوا خلاص، انا مساعدة المدير هاردة وخلاص. بعدين انا اللي مشتري مكانه، مشتري حاجة، مش من حقي اكون المدير؟ لا برضو مش من حقك، انا اللي رتبت المكان. طيب ماشي ماليش دعوة، برضو انا مدير. اوكي فتحنا مكان كده بس يعني ايه لسه ما فيش حد جاي. عادي عادي نصبر شوية. نسيتوني يا جزم، نسيتوني وانا ما كنتش شايف حاجة من البتاع ده ولزق فيا ومش راضي، ما كانتش راضي يطلع مني. نسيتوني وانا فضلت اتكعبل والناس بقت تهرب مني. ايه ده؟ انت مستفز يالا، مستفز عارف. يا رب انتوا يعني ما كانش في حد فيكم يعبرني. ايه ده تصدقنا نسيته؟ ايه ده يعني انا اتكعبلت وقعت وعشان اللابس البتاع ده ما كانش راضي يطلع مني، معرفش لزق فيا ليه. والجو حر اهدى اهدى شوية. اليزا جاية جاية، في ايه؟ ايه اللي حصل؟ بصي ملبسني ايه؟ معلش طيب اهدى عليا شوية. انا هقف فين؟ انت بقى ممكن تقف بره يعني احسن. انتوا ايه اللي انتوا ملبسوهوله ده؟ والله كان اختيار عمر. ايه؟ لا كان اختيارها هي. عمر جودي، عمر جودي، عمر جودي. لا خلاص بقى يا لهوي. نسيت اقول لكم احنا نسينا الاطفال ورحنا جبناهم تاني يعني. نسيوني ونسيوا الباقي كله واحنا ما بقيناش حتى جنى نسيتنا. تصدقوا انا برضك حسيت ان انا نسيت حاجه. ايه يا جنى ده؟ هو ايه يا جنى؟ وانا كنت امهم. خبت جنى فعلا، خبتك انتي، بيتي هو بيتك. ماشي يا اختي. المهم نسيونا وانا اتصلت عليهم ويعني الحمد لله رجعوا جابونا يعني. يا خلاص يا بس انتوا ايه التغييرات الجميلة دي؟ شفتي يا ماما ايه رأيك في التسريحة؟ حلوة بس يعني تسريحتك العادية تبقى احلى برضو. ماشي فهمنا بس ايه رأيك يعني؟ حلوة والله العظيم قلت حلوة. ماشي وانا ايه رأيك يا ماما في اللبس اللي لابسه؟ جامد 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 جامد. بس ايه الحلاوة دي برضك يا سيل؟ انا طول عمري حلوة اصلا،
طالعه لأليزا. لا على فكره مش طالعه لماما. ويا خلاص يا على مايكل، مايكل شكله كيوت كيوت برضو. الاتنين شكلهم عساسيل، كلكم شكلكم عساسيل. وايه ده يا مهند ده؟ وايه ده وانتي شكلك عسولة خالص. شكرا. العفو. يا خلاصي يا خلاصي يا خلاصي. اوكي يلا بينا بقى، في شكل حد جاي انا شايفه من بعيد. يا ستي بقى ما تكفاية عياط، انا مش عايزك، انا عايزه اروح مع صحابي. انا لا مال انا. ما تسيبنيش. بس دوشتيني. ده ايه ده؟ عياط 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 عياط. فاهم ينفع اسيب البنت دي عندكم في الحضانه؟ اكيد هو احنا فاتحين حضانه منظر ولا ايه؟ انت تستظرف ايه يا اسمك ايه انت؟ في ايه عادي يعني؟ وايه اللي عادي؟ خده ما بالراحه يا استاذ. وانت مالك انت؟ هاجي اخدها بعد شويه. في ايه؟ اهدي بس 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 بس. يا استاذه اي حد يجي يسالني هنا في ايه؟ ايه اللي انت عملته ده؟ فزعت البت. لا 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 ما تخافيش. ايه ده؟ زن 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 يا لهوي. هو ايه صوت الزن ده؟ واحدة بره قاعدة بتعيط، شوفيها انت. ماشي يلا. ايه يا سولة مالك؟ عايزة اخويا، عايزة ماما، عايزة بابا، عايزة عايزة ايه تاني؟ عايزة خالته، عايزة زيت، عايزة عمه، في ايه؟ بس 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 في ايه طيب؟ بصي بصي تعالي اوريكي العاب حلوه، في العاب جميله جدا. بصي بصي دي، بصي تعالي نلعب. يلا يلا تعالي، في بيت شجره اهو، خشي يلا تعالي. بصي ايه ده؟ اهدي اهدي معلش. طيب بلاها بلاها. بصي في دي، تعالي يلا. يا لهوي يا بنت. بس بس يا محمد هتخليها تعيط اكتر، هتعيط اكتر من كده. ايه انا هسيبكوا انا بقى، والا هتسيبني انا بقى، انا ماليش دعوه. انت هتشوفيها بقى، انت المفروض معايا بقى، انا ماليش دعوه. طيب بصي كوتي 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 كوتي. ايه كوتي كوتي كوتي؟ ايه ده؟ شايفه واحد بعين واحده، هتعمل فيه، هتبقى عايزه تعمل ايه؟ اهي ردت تعيط. بس 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 طب انا هدخلها جوه يمكن تلعب شويه معاهم. جماعه معلش حد يشوف الطفله دي، مالها دي كمان؟ بس 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 يا بس بس هتعمل حاجه؟ ما انا جربت بره على فكره. ما هعمل لها ايه طيب؟ انتوا ليه محسسيني ان انا كنت يعني جلسه اطفال مفيش مني يعني؟ طب ما انت قاعده بثمان او سبع اطفال. ماشي يا اختي هاتي، تعالي تعالي بصي بصي تعالي تعالي نلعب شوية. في ألعاب هنا تحبي تلعبي ايه؟ بصي دي في، مالها دي؟ بتعيط بتعيط، هتكون مالها؟ انت شايف ايه؟ بتعيطي ليه يا لوحي؟ يا لوحي انت يا لوحي، ايه يا لوحي دي؟ ايه ده؟ خدي ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ انا اتطرشت، انا مش سامعه حاجه. وانا كمان. بس 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 بصي اللعبه دي، بصي اللعبه دي، بصي بصي بصي. ده انت حتى مش طفله قوي يعني. بقول لك ايه، تعدلي. بس 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 بنت بس خلاص. بصي 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 تعالي 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 تاكلي حاجه، تعالي تاكلي حاجه، انت اكيد تعالي تعالي تعالي. معلش يا ابني هي دي حضانه؟ لا ملعب. ايه ده بجد؟ طيب ايه يا تيتا؟ ايه يا تيتا في ايه؟ بره مكتوب بتاع ده، قولي معايا، مكتوب حضانه، مكتوب حضانه، يعني كتب اكتر من كده ايه؟ حضانه. ماشي طيب. لو سمحت انا عايزك تاخد الولد ده، وانا هبقى اجي اخده بعدين يعني. بتتخلص منك ليه بسرعه؟ يلا يلا عايزة العب، يلا عايزة العب، يلا يلا.
انت بنت بقى روح معاها يو بقى. انا خلاص زهقت، انا عايزه العب، انا عايزه العب، عايزه العب، عايزه العب، عايزه العب. انا فهمت جدتك ليه كانت بتهرب منك باقصى سرعه. اميره ايه ده؟ سبايدر مان ايه ده؟ ايه ده؟ هاري بوتر، هاري بوتر، هاري بوتر، هاري بوتر. في ايه يا ابني؟ اهدى شويه. ايه ده؟ ارجوز. شكلك ارجوز، 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 ارجوز. ايه 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 ده؟ ايه ده؟ يلا 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 يلا، عايز العب، عايز العب، عايز العب. ايه اهدى يلا ولا يا لهوي الشيطان الصغير اللي على الارض ده. ايه ده؟ انت طلعت ببجي؟ انا بحب موش جدا. انت بتحبها؟ انا ما بحبهاش، انا ما بحبهاش. ايه ايه في ايه؟ ايه ده في ايه؟ انا انت انزل عمي انا يلا 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 يلا. يا اخي كانت كانت مش صالونة دلوقتي. انا جعان، انا جعان، انا جعان، انا جعان، انا جعان، انا جعان، انا جعان. خلاص خلاص فهمت، انا انت جعان، انت جعان، انت جعان، انا هعمل لك اكل. انجز 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 انجز. خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عفريتة؟ انت عفريتة؟ ايوه انت عفريتة. ايه ده؟ مين دول هم كمان؟ ولا صراحة ما شفتش أشقى منك بصراحة، ولا عمري هشوف تاني. ده ناموسك أتمنى لا يتكرر أبدا. ولا ولا كيه اسكت، انت بتزعقلي. اه انا بكرهك. احسن برضو، وانا كنت عايزك تحبني. طب انا هعيط بقى. عيط يعني؟ انت هتخوفني لما تعيط يعني؟ طب هعيط. عيط، انا هعلمك الادب. مفيش اهلك معرفوش يعلموك الادب، انا هعلمك. يا عمر اهدى شويه. لا سيبيلي الواد ده. خلاص براحتك. عيط في صمت. يلا. ايه يا عمر ده مش لدرجاتي، حرام عليك ده طفل. اسكتي اسكتي انت، انا هعلمه الادب. ايه يا عمر اهدى شويه، انت ما تقوليش حاجه، انت تسكت خالص. ماشي، المهم انت اطلع بره عشان انا بقابل حاجات انا مش عايزه اشوفها تاني يعني. خلاص اطلع انت بره. انا كنت حابب بره بس عشان كنت فاكره ان هيجي بنات جمال، لكن طلعت ست عجوزه وواحد، وانا مش عاوز. خلاص خد انت ده. لا لا خديه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا خده انت، خديه خده انت، خديه خده انت. ها حد فيكم ياخده؟ خد. خلاص خلاص معلش معلش. انت حلو. شكرا. تعصر. شكرا. بحبك. شكرا. لا والله انتوا حضانة صح؟ اه. دور بنت دي ايه ده؟ هو مش بيلبسك حاجة ليه وبيرميكي كده ليه؟ هو ايه ده؟ ده اب ده؟ ايه ده وانتي كده بتعيطي؟ يا ده انتي هادية اوي على الناس اللي عندنا جوه دول. لا والله ما تزعلي، ده انتي يعني نعتني بيكي كويس. ايه في ايه؟ البنت دي ابوها جاي ومش ملبسة حاجة وهي زعلانة بس ما بتعيطش. يا روحي لا والله ما تزعلي. استني جيبلك اللبس دلوقتي. فين راح؟ راح فين اللبس؟ استني ممكن يكون هنا. تعالي يا روحي والله ما تسعلي. طيب شوفوها انتوا بقى. ماشي. ايه يا بابا كان مالها البنت دي؟ ما اعرفش كانت زعلانه يعني وكده. استنى ما اروح اشوف انا. ثانيه وانت عامله نفس تسريحه سيران؟ لا انا اللي خليتها تعملها. اه قلت نبقى زي بعض يعني كده. طيب ماشي، انا راح اشوف البنت واقعد العبها شويه ممكن تضحك او اي حاجه. طيب ماشي. ايه نرجع لمكاننا. انا حاسس ان انا بقيت بتاع الاستقبال مش المدير والله. ايه ازاي حضرتك؟ اتفضل. اي حاجة؟ طيب هتيجي امتى؟ طيب اي حاجة من دي يا استاذة. ايه ده في ايه؟ متصربعة كده ليه؟ خلاص ماشي. ايه خلاصي. بقولك ايه، شوفي البيبي دي يعني لعبيها كده. اه
طيب ماشي يا خلاصي. ده ولدها. ما انا عارف انت اللي قلت شوفي البيبي، يعني ما هي شوفي البيبي الولد بتمشي على الولد والبنت. ماشي حضرتكم الحضانة صح؟ طيب ينفع اسأل سؤال واحد بس؟ اتفضل. مكتوب يافطة كاملة حضانة، هتبقى ايه؟ ملعب دمك خفيف وانتي اتقل. المهم دي بنتي، خدها اعملوا فيها اللي انتوا عاوزين، ان شاء الله تقتلوها. في ايه؟ هي متعبة شويتين تلاتة بس يعني معلش انتوا تستحملوها بقى. انا خلاص استحملت على قد ما اقدر، انتي ترغي معايا امشي. هتيجي امتى؟ بعد حبة. ايه انا جعانة. طيب ماشي نروح عند اليزا بقى. الله مالها دي كمان جعانة، وديها عند اليزا وانا ارجع. ماشي مالها جعانة، يلا عايز تاكلي ايه؟ في حاجات كتير قوي اللي انت عاوزاه واحنا نعملهولك اكل. اكل يعني عايز تاكلي اي حاجة صح؟ عايز اكل اكل. طب ماشي عايز تاكلي اكل ايه؟ عايز اكل اكل. ماشي يا ليزا ادي لها اي حاجة. ماشي بص السندوتش ده حلو جدا 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 جدا. لا انا مش عاوزاه، انا عايزة اكل. هو يعني ايه أكل؟ ايه ده معرفش. عايز تاكلي ايه يعني؟ سمك؟ لا. بطاطس؟ لا. سندوتش؟ لا. ايه طيب خضار؟ لا. فاكهة؟ لا. طب تشربي عصير؟ لا. طب تاكلي عنب؟ لا. امال ايه؟ مالها دي كمان جعانة بس مش عارفة تقول عايز تاكل ايه. عايز تاكلي ايه يا حبيبتي؟ لا والله سؤال يعني احنا ما جربناش نسأله. اكل. ايوه ايه هو الاكل؟ طيب عايز تاكلي ايه يا ماما؟ عايز تاكلي بانيه؟ لا. مكرونة؟ لا. لحمة؟ لا. سوشي؟ طيب ما انا مش فاهمة فيه. لا. امال والله لا كل انا بتاع ده طعمه حلو. يلا ها عايزة اكل. ده انا رحت كام ساعة وجيت، في ايه اللي حصل؟ العيال كلها بتعيط واحنا مش عارفين نعمل حاجة. يا لهوي في ايه؟ طب اهدوا اهدوا، على اساس ان احنا ما جربناش يا خفيف. لا ما انا ما اعرفش اعمل لهم ايه. طيب انا مالي انا والباقي دول اطفالنا، احنا بقى عاملين ايه؟ احنا زهقانين وهنعيط معاهم. لا ابوس ايدك هعيط ليه؟ هو رخامة خلاص. يا لهوي طب ايه الحل يعني؟ ما نعرفش ما نعرفش. بقولك يا لهوي ده كله بيعيط ما شاء الله، كله كله كله. اهدوا. طيب يا جماعة انا عندي فكرة، بس وعد ان مفيش حد في التعليقات في المتابعين يتريق عليا، والوعد التاني ان انتوا مفيش حد في الليلة يتريق عليا انا. اوكي ايه يعني هنتريق عليك في ايه؟ المهم يلا. انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، سفنجة ودلوني. انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، اصفر كموني. انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، سفنجة ودلوني. صيت السمع انا واتمتع من يومي. لا
متخطط شخبطة لخبطة حاجة متزبطة والخلق هنا هنا متورطة شخبطة لخبطة حاجة متزبطة عايزينكوا تناموا وتشدوا الغطا شخبطة لخبطة حاجة متزبطة حاسسين بس كده منكم وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك استني يا جماعة في حاجة ايه الولد لسه معايا ومامته ما جاتش ايه ده انا بقى نروح اسم الشرطة بقى لانها كده ايه يعني اتأخرت قوي شكلها مش جاية طيب هيفضل معانا يعني يعني ما فيش خيار اخر بالظبط وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ما تنسوش تعمل لايك وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو احنا بننزله وبس كده انا اقول بس كده وبس كده باي